متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في قصه جديده من ملفات وقضايا الاجرام. اولا كنبغيو نشكروا الناس اللي كيتواصلوا معنا على القناه، وتحيه للناس ديال الجاليه اللي كيتخليو لنا رسائل عبر الخاص. القصه ديال اليوم هي واحد القصه ديال واحد جريمه القتل. نتمنى الناس اللي كيتسنتوا لهاد القصص هادو بخصوص هاد الحلقه هذه ما يسمعوش ليها الدراري الصغار اللي قل من 18 سنه. القصص اللي كنعاودوا نفضلوا الناس اللي كيتسنتوا لهاد القصص ما يتسنتوش الدراري الصغار اللي يكونوا حداهم، يقول لهم اودي هاد القصص ما صالحينش ليكم. نبقى معكم وندخل معكم في صد ديال هاد القصه بلا ما نطولوا عليكم. في سنه 2006 بمدينه فاس كان واحد السيد، هو كان حاضر من ضواحي ديال تاونات، واحد البلاصه كيقولوها صنهاجه، كانوا عارفينه بمدينه فاس بالاسم ديال الصنهاجي. هاد الصنهاجي هذا كان جا لمدينه فاس، هو صباغ جاي يخدم في مدينه فاس، جا غير بوحديته، العائله ديالو مو والزوجه ديالو والابناء ديالو بقاو في البلاد جي تاونات. هو هبط لفاس باش يخدم في المجال ديال الصباغه. هاد الصنهاجي كان العمر ديالو، علاش قلنا له صنهاجي؟ لانه هو كان حدا من منطقه ديال صنهاجه، بقى الاسم ديالو صنهاجي. كانوا الناس ديال 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 الحومه ديالو والناس اللي كيعرفوه كيعيطوا له صنهاجي. هاد صنهاجي كان العمر ديالو داك 42 سنه، كان خدام في مجال ديال الصباغه، وكان كاري واحد الكارسوني، واحد سكنه صغيره كاريها مع عند واحد السيده في وسط المدينه ديال فاس، واحد السفليه وهي صغيره كان فيها كيبات فيها كيعيش هاد الصنهاجي. واحد الوقيته فاش بدا كيخدم تزيرات عليه الخدمه، كثر كنقولوا حنا كسرات عليه الخدمه، مشى يقلب على شي واحد اللي يجي يعاونو. هاد الصنهاجي هذا غيخرج للموقف وغادي يجيب واحد الدري. هاد الدري هذا كان العمر ديالو حسب ما جاء في القصه هذه، العمر ديالو داك 17 سنه. الدري كان مازال قصير، جابوه بدا كيخدم معاه، جاب داك يخدم معاه كيعاونو كيحكوا ليه الحيوط، تيعاونو في الصباغه في التخلاط ديال الصباغه، كيفيرني معاه، دونك بقاو خدامين. هاد الصنهاجي كما قلنا كان ساكن في واحد الكارسوني في وسط مدينه فاس. واحد الصباح داك السيده اللي كاري عندها هابطه مع الدروج، هابطه هي ساكنه في الفوقي هو ساكن في السفلي كاع، هابطه مع الدروج كتبان لها الباب ديال داك الكارسوني مفتوحه عن اخرها، مفتوحه كامله كيبان شنو كاين في الدار الداخل. طلعت كتشوف شنو كاين، كيبان لها هاد الصنهاجي هذا طايح في الارض وعريان، عريان كامل، يلاه لابس واحد الشورت. طلعت كتجري عيطات لولادها، عندها واحد جوج الاولاد ديالها عايشين معها، هبطوا تيجريو طلوا بان ليهم السيد حدا الدم طايح وحدا الدم. قال لها واحد ولدها ما يدخل حتى شي واحد، نعيطوا للبوليس باش يعرفوا شنو كاين ما ندخلوش. بالفعل عيطوا الرجال ديال الامن، حضروا رجال الامن لذاك البلاصه شنو كاين، قالوا لهم ودي حنا ساكنين فوقي كاري لهاد السيد هذا، هاد السيد كاري عندنا هادي تقريبا شي شهر باش جا وكرا عندنا، هو هاد الصنهاجي براسو عاد جا هادي شي شهر باش جا يخدم في مدينه فاس. قالوا راه كانت هبطت الوالده ديالي شنو لقات شنو، عاودوا له داكشي اللي شافت الوالده ديالو. قالوا لهم البوليس واش ما دخل حتى شي واحد لهاد السفليه هذا؟ قالوا لا سيدي حنا ما دخلناش، حنا راه شنا هادشي هكا عيطنا لكم. دخلوا البوليس كيديروا معاينه ديالهم، لقاو هاد الصنهاجي جود تهاميده ميت. الضربه اللي تلقاها على مستوى الراس، وما كانتش بآله حاده، ماشي بشي موس، كانت بشي آله راده، كنقولوا حنا آله ديال تكون شي زروطه او شي عصاد الحديد او شي حاجه بحال هكا. بداو كيديروا معاينه ديالهم، بان ليهم فوق الطابله، واحد الطابله قريبه ليه فوق منها واحد جوج ديال القرايه ديال الشراب ديال النبيذ محطوطين، وحدهم قرا المناضه. بداو كيديروا المعاينه ديالهم داخل المنزل، لقاو واحد الموس صغير، ولكن داك الموس ماشي هو اللي تستعمل في داك الجريمه. فاش بداو تيشوفوا بانت لهم واحد القرعه اخرى ديال المناضه طايحه، هذه القرعه المناضه رجحوا تقدر هي اللي ضربات في الراس ديال هاد الصنهاجي، هي اللي سبب الوفاه ديالو. دخلوا لواحد البيت لقاو جوج تليفونات، ولقاو واحد المبلغ مالي راه تقريبا شي مليون ونص ديال السنتيم محطوطه. اذا هنا العمليه ديال القتل ما كانش بنيه السرقه كما كنقولوا حنا، ما كانش هذا اللي قتلو او اللي قتلوه ما عندهمش النيه ديال السرقه، لان الفلوس مازالت، التليفونات مازالين، كل شيء مازال،
هزوا داك الشيء حجوه وداو داك القرعي ديال النبيد والقرعي ديال المناضه باش يديروا لهم المعاينه ويرفعوا منهم البصمات، وكذلك هزوا الجثه المستودع الاموات باش يحدوا ملابسات الوفاه. هادوك التليفونات اللي حجزوا من الدار فاش كانوا في الكوميسارية داك النهار صونات عليهم واحد النمره، هاد النمره صونات هزوا البوليس كيجاوبوا قالوا السلام عليكم. عليكم السلام. شكون معانا؟ قالت لهم ودي انا الزوجه ديال فلان، عيط للراجل ديالي راه ما كيجاوبنيش. واش فين راه؟ قال ودي الراجل ديالك راه لقينا هاد الصباح مقتول. المهم راكم عارفين رد الفعل ديال الزوجه، قالوا لها البوليس غتقدروا تجيو عندنا باقرب وقت باش نسمعوا الاقوال ديالكم ونسلموا لكم الجثه باش تدفنوها. جاو العائله ديالو داك النهار، جاو العائله ديالو هبطوا لمدينه فاس، مشاو عند البوليس سمعوا ليهم. الاب ديال هاد الصناعي قال لهم ودي راه الابن ديالي جابوا فلان، هو اللي جابوه يخدم هنا. هاد فلان قالوا له واش كتعرفوا؟ قال له كنعرفوا، راه ولد المنطقه، هو اللي خدم هنا في فاس بناي، وجاب عيط لولدنا باش يجي يبدا يخدم هنايا، يخدم الصباغه. قالوا واش عندكم النمره ديالو؟ قال عندنا النمره ديالو. عيطوا ليه، عيطوا لهاد السيد اللي جاب هاد الصناعي لمدينه فاس، عيطوا ليه في التليفون قالوا له انت هو فلان؟ هي انا هو فلان. قال له يمكن تجي عندنا الكوميسار بغيناك شي غلط. قال له مرحبا انا نجي. كيجي هاد السيد هذا، قالوا ليه واش كتعرف فلان؟ قال له كنعرفو الله ودي. قالوا له راه مات، مهم خبروه بانه لقاو ميت، حتى هو تفاجئ. قال له ودي هاد 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 السيد هذا انا جبتو يخدم في مدينه فاس، ولكن ما كان انا خدام بعيد، هو خدام بعيد، ما كنتلاقاوش حتى في التليفون ما كنتعيطوش، ولكن راه كنعرفو عند من خدام، كان خدام اللي مات عرفتو عند من كان خدام، سيروا بلاصه فلانيه غتلقاو الدار اللي خدام فيها. لغد ليه في الصباح مشاو رجال ديال الامن للبلاصه اللي كان خدام فيها هذا السيد هذا اللي مات، دقوا على داك مول الدار، خرج داك مول الدار. عليكم السلام. عليكم السلام. قال لهم واش شي واحد كان خدام عندك شي صباغ؟ قالوا ليه راه هادي. قال لهم هادي راه شي يومين ما جاش، راه البارح وهاد النهار راه ما جاش. قال لهم اودي وتا واحد الدري راه خدام معاه حتى هو ما جاش البارح وما جاش اليوم. هنا كما كنقولوا كاين واحد لغز هنا في هذه الجريمه. علاش؟ لان هاد الخدام هذا علاش ما جاش؟ لان اذا هنا راه عارف بانه راه هاد السيد هذا راه ما غيجيش، عليها ما جاش، لان كون عارفو غادي يجي غادي حتى هو يجي، هاد الخدام غادي يجي في الصباح وغيجي يقول له مول الدار ودي راه ما جاش، سمح لينا تغدا ويجي. عاوتاني كذلك غيجي لغد لي عاوتاني يقول له ودي سمح لينا راه المعلم ما جاش، سير الله يهنيك. ولكن هاد الخدام هذا ما جاش، اذا هنا كيكون محط ديال الشكوك. سولو داك مول الدار كيدير هاد الدري؟ قال له ما وديها كيديرها كيداير الدري راه كون مازال صغير. مي جابوه قال له راه كان لقاه في الموقف، جابوه يخدم معاه، خدم معاه شي يومين. مشاو البوليس للموقف، هنا غادي يمشيو البوليس للموقف وغادي يسولوا الناس ديال الموقف على هاد الدري هذا، ولكن ما غاديش يلقاو ليه الاثار، ما غيعرفوش. دوك الناس اللي كيخرجوا الموقف كيقولوا ما ودي راه كيجيو بزاف ديال الشباب هنا كيطلبوا الخدمه، ما عرفناش شكون هو هذا. بقات الامور هكاك، وجا هنا غادي يجي تقرير ديال التشريح الطبي. التقرير ديال التشريح الطبي غادي يقول لك اودي الضربه اللي جاتو على مستوى ديال الراس بالقنينه، بواحد القرعه ديال المناضه تضرب عليها على مستوى الراس. والبصمات اللي لقاو على داك ديال النبيد كانوا بصمات ديال الضحيه اللي هو ميت، هما اللي كانوا على دوك القرعي ديال الشراب، وكل القرعي ديال المناضه كان عليهم بصمات وحدين اخرين. دوك البصمات فاش داروا لهم البحث والتنقيط ما لقاوهمش، اذا اما مولاهم ما عندوش لاكارت، اما مولاتهم شي سيده ما عندهاش لاكارت كان جايبها جلست معاه وقع شي حاجه وضرباته ولا ضربها ولا مهم شنو وقع تما ما عرفناش. البوليس وسعوا دائره البحث، بداو كيديروا بزاف ديال الاحتمالات. هاد السيد هذا يقدر يكون جا عنده شي واحد فتح ليه الباب دخل ضربو قتلو خرج، ولكن شي واحد جا يدق عليك ما غتخرجش عنده عريان ضروري ما غتزيد عليك شي حاجه عاد تخرج تقول شكون، ما يمكنلكش غير اجي وفتح الباب. المهم هنا الامور رجحوها تكون متعلقه اما بالفساد واما بالشذوذ الجنسي. بقات القضيه هكاك ضد مجهول، ما عرفوش ما توصلوش في ذاك الوقيته للفاعل او الفاعلين. دازت على القضيه شي عام ونص، بالضبط شي عام ونص في 2007،
داك شهر شهر 6 واحد الدري مشى يجيب لاكارت ديالو، سول داك السيد اللي في لاكارت عطى ريسي قال له ودي دير شي شهر ونص نجي لاكارت ديالي ما كنلقاهاش. قال له مرحبا، عطى داك الريسي. واحد شويه خرجوا داروا به البوليس، دخلوه لواحد البيرو قال له ودي ولدي علاش ما عطيناكش لاكارت، انت راك مبحوث عليك في واحد الجريمه ديال القتل. هنا رجال ديال الامن غادي يبحثوا، غادي يفتحوا معاه تحقيق، يفتحوا معاه تحقيق يقولوا ودي راه واحد جثه لقيناها في بلاصه فلانيه، ولقينا واحد القرعه ديال المونضه كانت تما حدا الجثه عليها البصمات ديالك. قالوا له واش كتعرف فلان؟ قال لهم يا سيدي كنعرف فلان، راه كنت خدام انا وياه. وداك الليله بالضبط اللي كتقولوا لي نتوما راه عي كنت خدام معاه، وفي العشيه سالينا من الخدمه خلصني مشينا جلسنا في القهوه، قال لي والله تمشي تعشى معايا. قلت له ما فيا ما تعشى غنمشي عند مالين الدار بحال نطرف حالتي وكذا. قال له غتمشي تعشى معايا هاد الليله، نجلسوا نتعشاو انا وياك. بالفعل قال لك درت له خاطرو، مشى يتعشى هو وياه، صافي سالا مشى بحالته، ما عرفش شنو وقع من بعد. قالوا له البوليس عاودوا سولوا، قالوا ولدي كيفاش كنت خدام معاه ولا كيفاش؟ قال لهم كنت خدام معاه وكان ما كيخلصنيش مزيان. هنا هاد الدري هذا كيدخل ويخرج في الهضره، نوبه كيقول لهم مشيت خلصني ومشينا تعشينا انا وياه، ونوبه كيقول لهم ما كانش كيخلصني مزيان وعليها مشيت بحالي. هنا كان تناقض في الهضره، هاد زلت اللسان هي السبب ديالو باش طاح في الشبكه. قالوا ولدي دابا بلا ما نبقاو كنديو ونجيبو في الهضره وبقاو كنتغنوا، قول لينا شنو وقع في داك الليله. هنا هاد الشاب غادي يعترف تلقائيا، غادي يقول له ما ودي اللي كتب عليا هو هذا. قال له هاد السيد هذا ديك الليله اللي سالينا خدمه مشينا للقهوه جلسنا، قال لي تمشي تعشى معايا، مشينا انا وياه وجلسنا، وبدا كيشرب هو وانا ما كنتش كنشرب، بديت كنشرب غير المناضه، وشربت القرعه الاولى وبديت في الثانيه. هو ناض بدا كيحيد حوايجو كاملين، وبدا كيدير شي حركات ما عجبونيش. قالوا ليه البوليس ودي شوف ولدي ما بلا ما تبقى تحشم منا ولا هذا، عاود لينا كيفاش وقع، شنو بغى يغتصبك؟ قال له ما ودي لا راه ما بغاش يغتصب، راه هو اللي بزز عليا انا باش نمارس ثانوية. هو دابا هذاك الصباغ كان باغي الدري اللي يمارس معاه. هاد الدري هذا ما عجبوش الحال، ما عمرو طاح في هذا الموقف، بقى الاخر كيزيرو، هز الاخر القرعه ضربو بها للراس ومشى بحالته. قال له ما بدي فاش زيرني، انا ما عمري طحت في داك الموقف وما عنديش معها مع هذا الشيء، وفي الدين ديالنا حرام، انا ضربته ومشيت بحالتي، انا غير بغيت نتفك مشي بحالتي، انا ما كنتش ناوي نقتلو او تكون شي حاجه بحال هكا، ومشيت بحالتي، غادرت داك المكان ومشيت بحالي. هاد الشاب هذا فاش فسالوا مع المحققين البحث قدموه للعداله، وفاش غادي يقدموه للعداله غادي يتحكم بحكم مخفف، غادي ياخذ حكم تخفيف في الحكم. علاش غادي ياخذ تخفيف في الحكم؟ لانه اول حاجه غيدافع على راسه، هو كان داك الساعات قصير، وثاني حاجه ما كانش السرقه، هاد السيد هذا دافع على راسه وخرج بحاله، ما كانش السرقه، كانت السرقه غتكون شي حاجه اخرى، ما هز شي حاجه، كان غير كيدافع على راسه مشى بحاله، خوا هو الطريق خرج مشى بحالته. ونظرا ان هذا الطفل هذا كما كنقولوا كان قاصر عليها، خدا هذا الحكم هذا مخفف، وفي التالي غادي يحكموا عليه بسنه ونصف. هاد السنه ونصف تقدر تكون كانت غير ديال عدم التبليغ، فاش وقع له المشكل كان عليه يجي عند البوليس يقول له ما وداش وقع علاش وقع لي، ولكن ما جاش، هو مشى بحاله، لهذا خدا هاد السنه ونصف ديال عدم التبليغ. متابعينا الكرام، القصه ديالنا سالت هنا، القصه ديال اليوم ما غاديش نعلق عليها، هنتحفظ باش ما نعلقش عليها، لان قصه ما الفاعل هذا الضحيه اللي مات كما كنقولوا دار واحد الخطا اللي هو جسيم، ماشي في الدين الاسلامي ديالنا. اللي بغيت نوصلكم في هذه القصص هذو ان هذه القصص هذو قصص واقعيين، ولكن قمنا بتغيير الاماكن او الوقائع او الاشخاص نظرا لعده عوامل، واي تشابه في الاسماء او الوقائع فهو من محض الصدفه ليس الا.